أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحقيق البلاد نموا اقتصاديا نسبته 9% خلال عام 2021. جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الأنغولي بالعاصمة لواندا التي يجري إليها زيارة رسمية بإطار جولة إفريقية موسعة. قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناتراك للمحروقات الحكومية الجزائرية توفيق حكار إن القيادة التركية تولي أهمية كبيرة لمصنع البتروكيماويات الذي تطوره الشركة الجزائرية بمدينة جيهان التركية. استورد أجود أنواع الألبسة من تركيا. بلغت عائدات تركيا من صادرات الأثاث 3.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، محطمة بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ البلاد. حققت صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة نموا بنسبة 19% بواقع 2.15 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.